الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس تربية الأولاد في الإسلام، وقد بدأنا في الدرس الماضي بموضوع حول مسؤولية الآباء عن تربية أولادهم، التربية العقلية، وقد كانت الموضوعات قبل هذا الموضوع مسؤولية الآباء عن تربية أولادهم، التربية الإيمانية والتربية الخلقية والتربية الجسمية والتربية العقلية. أيها الإخوة، الأبوة مسؤولية. يتوهم بعض السذج أن الإنسان إذا عقد قرانه على فتاة وقضى حاجته وأنجب أولادا انتهى كل شيء. الحقيقة لم ينتهي شيء، بدأ كل شيء، بدأت المسؤولية. يعني الإنسان لا بد من أن يموت، لكن إذا أنجب ذرية صالحة، هذه الذرية الصالحة استمرار له. لا يدري أحدنا أن من ذريته من يكون إنسانا عظيما، مؤمنا كبيرا، قائدا فذا، مصلحا اجتماعيا. فأنت إذا أردت ألا تموت فاحرص على أن تكون ذريتك صالحة، وهذا الصلاح يحتاج إلى جهد كبير. لذلك يجب أن تقتطع، شئت أم أبيت، من وقتك الثمين وقتا لتعتني بأولادك. أيها الإخوة، قد تعجبون من إصراري على هذا الموضوع، لأنه عند فساد الزمان لا بد من أن نقوي العلاقات الأسرية. إذا كانت الأسرة متماسكة فربما استطعنا أن نتغلب على الفساد العام. الشارع فاسد، المجتمع العام فاسد، الأماكن العامة فاسدة، ما الذي يحصننا من الفساد العام؟ الطفل أو الشاب إذا في بالبيت مشكلات، خصومات، في إهمال، لا بد من أن يلتجئ إلى أصدقائه، إلى أماكن أخرى غير البيت. لكن إذا توافر للشاب بيت، لا أقول أنا بيت فخم، لا، ولا أقول بيت أنيق، ولا أقول بيت يعني في كل الأجهزة، لا، أقول بيت في حب، في وئام، في مودة، في مرح، في تعاطف، في مؤاثرة، هذا البيت بشد الأولاد. هناك من لا يأكل إلا مع أولاده على مائدة واحدة، هناك من يدير حديث ممتع مع أولاده، هناك من يخلق جو من الألفة والمودة مع أهله. فيا أيها الإخوة، هذا كلام يعني مدفوع ثمنه خبرات. حينما تجعل من البيت جنة صغيرة تشد أبناءك إلى البيت، يألفون البيت، يقبعون في البيت، يطالعون، يدرسون، تزداد ثقافتهم. فلذلك حينما اخترت هذا الموضوع، موضوع تربية الأولاد، لأن الفساد العام والانحراف الخلقي وانحلال الإنسان وإقباله على شهواته المنحطة، هذا يدمر الإنسان، يدمر الأسر. لذلك قبل أن نمضي في متابعة هذا الموضوع، أضع بين أيديكم الحقيقة التالية. في مصطلح في كتب الدين، ما ينبغي أن يعلم بالضرورة، ما ينبغي أن يعلم بالضرورة.
وفي بحث في كتاب الإحياء عن العلم، يعني في نقطة دقيقة جدا، هو أن الناس يتوهمون، أخي أنت ماذا تعمل؟ والله أنا طبيب، خير إن شاء الله، وأنت قالوا أنا محامي، وأنت رجل دين، من قال لكم إن الدين اختصاص؟ كل إنسان ينبغي أن يكون دينا، لأن التدين أو لأن العلم الديني فرض عين. بتقلي أنا طبيب، بتقلي ضابط، بتقلي معي دكتوراه مثلا بالكمبيوتر، بتقلي أنا حقوقي قاضي، هذا لا يعفيك من طلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي فرض عين، فرض عين على كل إنسان كائنا من كان وفي أي حقل كان. ولا تستغربوا أن أقول لكم إن الإنسان قد يحمل أعلى شهادة في العالم وهو أمي في الدين. ما يفهمش، راكب الطائرة من جدة إلى عاصمة عربية، رجل يحتل في بلده منصب رفيع جدا، تساءل مع صديقه الذي إلى جانبه أنه لما لا يكون الحج على مدار العام دفعا للازدحام، لو نقترح على أولي الأمر في المملكة أن يجعلوا الحج على مدار العام، هو يحتل منصب رفيع في بلده، هذا أمي في الدين. أمي، أيام الإنسان من كلمة تكشف جهله، جهل فاضح. فيا أيها الإخوة، لا تقول أنا مالي مختص بالدين، طلب العلم الشرعي فرض عين. وكنت أنا أضرب مثل معروف عنكم، يعني كل إنسان جلس وراء مقعد القيادة بالسيارة، يترى هو سائق، حاجب، متعلم، غير متعلم، أيام تقود السيارة ملك، في ملوك تقود السيارة في أنفسهم، يعني بدءا من حاجب وانتهاءا بملك، إذا جلس وراء مقعد القيادة هناك معلومات أساسية لا بد من أن يعرفها، فإن لم يعرفها أودى نفسه في الهوي. المعلومات الأساسية التي تعينك على تحريك السيارة وإيقافها وعطفها نحو اليمين وعطفها نحو اليسار وسلامتها، هذه المعلومات الأساسية هي فرض عين على كل سائق، من حاجب إلى ملك فرض عين. لكن يا ترى كيف تصنع المكابح؟ مو شرط تعرف من أي مادة تصنع المكابح، مو شرط. أما إذا أردت أن تفتح معمل سيارات، أن تؤسس معمل سيارات، لا بد من معرفة المادة الأساسية أو طريقة صنع المكابح، كيف هذا الجسم يضغط بشكل منحني، هي اختصاص معامل السيارات. أنت كسائق سيارة هذه المعلومات لا تعنيك، لكن يعنيك أن تحركها، أن توقفها، يعنيك بالانعطافات أن تكون خبير، يعنيك في الطرق المزدحمة ألا تقع في مشكلة. ففي قيادة السيارة هناك معلومات يجب أن تعلم بالضرورة، هناك في الدين حقائق يجب أن تعلم في الضرورة، بدءا من إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وانتهاءا بأعلى مثقف في العالم. هذا العلم علم في الدنيا لا يغنيهم عن علم الآخرة. والدليل تجد أناسا يعني مثقفين ثقافة عالية جدا، ومع ذلك يرتكبون حماقات ومخالفات وكبائر وهم لا يشعرون، وهذه الكبائر تجر عليهم الويلات والمصائب والحجب والدمار وهم لا يشعرون. إذن هم أميون في الدين. لذلك الإنسان لا يظن أنه والله أنا اليوم ما عندي شيء، نحن حضرنا درس علم، لا، مو هيك القضية، أعمق من ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة، فريضة كما أن الهواء فرض لاستمرار حياتك،
تنفس الهواء فرض، وتناول الطعام فرض، ومعرفة الأمر والنهي والحكم التكليفي، ومعرفة ربك ومعرفة كتابه ومعرفة رسوله ومعرفة منهجه ومعرفة حقيقة الحياة الدنيا ومعرفة حقيقة الكون ومعرفة حقيقة الإنسان ومعرفة ما بعد الموت. هذه معلومات يجب أن تعلم بالضرورة بالضرورة. فإذا أنت يجب أن تعلمها بالضرورة، فما القول في ابنك الصغير الذي لا يعلم شيئا؟ يجب أن تعلمها إياه بالضرورة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أن أوضح لكم حقيقة العلم الضروري. تعرف لماذا خلقت، تعرف من خلقك. هذا الخالق الأيام إنسان لا سمح الله لا قدر بسب الدين. اليوم كنت في محل تجاري، اختلف صاحب المحل مع صانع، سب الدين رأسه، صفر صفر، لا يعرف عن الله شيئا إطلاقا. فأيام بتدمر، الله عز وجل يسوق له من الشدائد، جهله سبب له هذه الشدائد. إذن ما ينبغي أن يعلم بالضرورة أركان الإسلام: الصوم والصلاة والحج والزكاة. ما ينبغي أن يعلم بالضرورة أركان الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالله الموجود الواحد الكامل الخالق المربي المسير صاحب الأسماء الحسنى والصفات العظمى. هذا أكبر موضوع في الدين. كلما ازددت معرفة بالله ازددت قربا منه. يجب أن تؤمن بكتبه. لماذا الكتاب؟ لماذا النبي؟ لماذا الإيمان بالملائكة؟ لماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ لماذا الإيمان باليوم الآخر؟ لماذا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى؟ هذا ينبغي أن يعلم بالضرورة. أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأحكام الشرعية، أحكام البيع، أحكام الزواج، أحكام عقد النكاح، أحكام الطلاق. لا إلى أكثر سبب بإلا طارئ بالثلاثة وانحل لك شيخي حرمت عشرة سأبن مبارح سولد ما أجا لسبب تافه جدا جهل يدمر نفسه. يا أخواننا الكرام، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع أن يفعله عدوه به. يعني أنت بتقول أعداء الإنسان منهم؟ يقول لك المرض، لا. الفقر، لا. القهر، لا. العدو الخارجي، لا. أعدى أعداء الإنسان الجهل. ما في صفة بالإنسان أبشع ولا أحقر من أن يكون جاهلا. لكن الإنسان ما ولد عالم. أقول كلمة دائما: ليس العار أن تكون جاهلا، ولكن العار أن تبقى جاهلا. ليس العار أن تخطئ، ولكن العار أن تبقى مخطئا. فلذلك يعني أول نقطة في الدرس يجب أن تنزع من ذهنك أنه أنا لي اختصاص بالحياة، أنا أستاذ فيزياء، شو بدي بالدين؟ بدءا من حاجب وانتهاءا بملك. إذا جلس خلف المقود لا بد من مجموعة معلومات يتقنها، وإلا وقع في الهاوية. كذلك في الدين ما ينبغي أن يعلم بالضرورة: أركان الإيمان وأركان الإسلام والأحكام الشرعية التكليفية. فإذا كان الأب مكلف أن يعلم هذه الحقائق بالضرورة، فالابن من باب أولى، من باب أولى أن يعلمه إياها. أنا ما أرى في الحياة شيء أعظم ولا أثمن من أن ينجب أخ مؤمن ولدا يعلمه الأحكام الشرعية
ويعرفه بربه، فإذا هذا الولد استمرار له، فإذا هذا الولد ذخر له. والله أحيانا يا أخوان تصدر مني كلمات، إذا لقيت شاب مؤمن منضبط حي أخلاقي أقول لأبيه أقول له والله هذا الابن أثمن من أن تملك ثروة الدنيا، لأن الثروة الكبرى القلب وقف انتهت مو لك كله. شاهدوا ابن متوفي والده من أسبوع، إلى أين؟ تكلم كلمة قبيحة جدا، يذهب بيسهر سهرة حمراء على روح والده. طبعا لأنه ما ربى أبوه، أبوه ترك له مال عريض بس ما ربى. أما لما الأب يربي ابنه لو لم يخلف له شيئا أعطاه كل شيء، لو أعطاه علم، بالعلم بيرقى الإنسان، بالعلم بيرتني أحيانا. فلذلك المال ما له قيمة أبدا. يعني أنا والله أعلم علم اليقين أن هناك أناس تركوا لأولادهم ثروات طائلة، هذه لن تنفعهم إطلاقا. الإنسان أما إذا كان ترك ولد صالح هذا الذي ينفعه. الكلام موجه لكل أب. يعني أنا مرة ثانية كثير بحب الأخ يعتني بابنه، ونجابه على المسجد، هو ضيف المسجد، نحن ما عندنا تفرقة أبدا، يعني غلاوة الابن من غلاوة أبوه، وإن شاء الله يعني أحدثنا هالمعهد تحفيظ القرآن، الهدف البعيد منه يعني أنه الطفل ينشد المسجد ويتعلم كتاب الله ويتعلم الفقه وأحكام الصلاة وسير الصحابة، وفي مناشط إسلامية تشد الطلاب إلى هذا المعهد من أجل أن يعني أيام لك الكبار خشبوا المعول على الصغار. كثير بمجتمعات من فوق 50-60 انتهى هذا، يعني من شد على شيء شاب عليه، الأمل على من يعقد؟ على الصغار إذا ربيتهم تربية عالية. إذن تعلم الدين فرض عين، لكن سؤال بقى، الطب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، أي اختصاص علمي يعود بالنفع على الأمة في شأن الدنيا فرض كفاية. نحن عندنا تراب نوعان، فريضة عين وكفاية. العين لا يعفى منها إنسان كائنا من كان، أما الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. لكن لو فرضنا قرية أو بلدة أو مجتمع أو أمة أو دولة تفتقر إلى اختصاص أساسي في الحياة، كل أهل البلدة يأثمون، أما إذا واحد تعلموا خلاص. فكل اختصاص علمي أدبي تكنولوجي صناعي تجاري زراعي، أي اختصاص حكمه في الشرع فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. أخواننا الحديث الشريف الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أيام الإنسان يقرأ الحديث قراءة عابرة لا ينتبه إلى أعماقه. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعضهم سيد المربين وإمام المعلمين، وإذا أردتم أن تتعمقوا أكثر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الطفل الصغير ماذا ينفعه؟ ينفعه القدوة الحسنة. لذلك في كل أنحاء العالم الأطفال يتعلقون بالبطولات، لكن مع الأسف الشديد أيام نري الأطفال بطولات مزيفة، يعني عمليات ضرب وعمليات اقتحام وعمليات احتيال، هذه ليست بطولات. الطفل الذي تزمع أن تربيه يجب أن تعلمه أن تنشئه على ثلاث خصال: حب النبي، اللهم صل عليه،
الظن أنه إذا الواحد قال يا ابني حب رسول الله هيك النبي كلفنا، لا مو هيك، ليس هذا. من السذاجة أن تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تلقن أولادك حبه تلقين، لا، الحب لا يلقن، لكن أنت مكلف أن تعرض على أولادك طرفا من سيرة النبي، رحمته، تواضعه، عدالته، شجاعته، محبته لأصحابه، إنصافه، عدله. الحقيقة هون الأمر بالنتيجة، إذا الأمر بالنتيجة يتضمن المقدمات، المقدمات أن تنشئ أولادك على حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أن يعرف الابن سيرة رسول الله هذا أمر نبوي. لذلك البيت المسلم أكثر ما يدور فيه من أحاديث حول النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته. شو بيمنع الأب يقعد مع أولاده بالأسبوع مرة يقرأ معهم كتاب سيرة، كتاب يكون ممتع منتقد قراءة جيد، يجلس مع أولاده ساعة يحدثهم عن رسول الله حديث ممتع شائق. أيام ما كنت كان يحكي في أشرطة عن رسول الله، سيرة عن الصحابة، يعني لازم تجلس مع أولادك جلسة أسبوعية تعلمهم أخلاق النبي من أجل أن يحبوا النبي. إذا لما قال النبي أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب آل بيته الصحابة الكرام. كثير في كتب عن سير الصحابة رائعة جدا، يجب أن تكون في كل بيت. ابنك بده يقتدي بمين؟ بلاعب الكرة فلان اليهودي المصاب بالشذوذ اللي معه ابن، هذا القدوة؟ هيك اللي عم يصير. مين قدوة الشباب؟ شيء بطل عالمي بالكرة أو بالصراع أو بكذا، قد يكون يهودي، قد يكون مصاب بمرض الإبن، قد يكون شاذ، هذا القدوة، صوره في كل مكان. نحن بدنا القدوة يكون رسول الله، اللهم صل عليه. فأنت انتبه، أولادك من هم قدوتهم؟ أحيانا بيكونوا الفنانين مو الصحابة الكرام، المغنين أحيانا، أحيانا لاعبي الكرة، فتعرف لأنه أنت مسؤول بحسب ما بتلقنهم. فإذا كان في تغذية في البيت تغذية سيئة، في تغذية ثقافية غير صحيحة، تغذية ثقافية عن طريق أجهزة اللهو غير صحيحة، هذه التغذية تربي عندهم مثل ليس أعلى، مثل أدنى، والإنسان دائما يقلد مثل أعلى بالنسبة له. دائما كل إنسان في شخصية عظيمة بنظره، هي قد تكون تافهة جدا. ما في إنسان ما في عنده شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها. فإذا كانت التغذية فاسدة، دائما التغذية الفاسدة الثقافية بتصور الإنسان المؤمن إنسان تافه، والإنسان الفاسق الفاجر إنسان عظيم، فهي تغذية سيئة جدا على مستوى الشباب والفتيات. يعني بكفي أنه تتغذى الفتاة تغذية سيئة عن طريق أن المرأة المؤمنة المحجبة إنسانة مهملة لأولادها، سخيفة، سرسارة، والمرأة غير منضبطة دينيا، متفلتة من الدين، أم مثالية، بكفي هي التغذية السيئة. يكفي أنه بها القصة البطل الإيجابي في بيته بار بس، وأنه هذا الذي معروف بالحارة بالصلاح والتقوى إنسان فقير محروم سخيف أفقه ضيق، بكفي هي التغذية السيئة. هي التغذية تفعل فعل السم في الأبناء. طفل عم بيشاهد رجل الدين إنسان محدود عالي على الآخرين، يعني كلامه غير منطقي، عم يشاهد البطل اللي يلقي عليه الكاتب كل صفات البطولة يشرب الخمر. قد يأتي صديق الزوج إلى البيت، يطرق الباب تفتح له الزوجة
والله فلان ليس هنا، تفضل تعلم شوف يا ما في شيء. أن يدخل صديق الزوج إلى بيت صديقه في غيبته، ما في شيء. فنحن بدنا التغذية، إذا في تغذية سيئة ثقافية فإذا أنت بتبنيه بساعة بشهر يهدم بساعة. أنا أقول كلام دقيق جدا، يعني ابنك وعاء، الوعاء له فتحة من الأعلى وصنبور من الأسفل، فالذي يوضع في الأعلى تأخذه في الأسفل. نوع التغذية يحدد نوع السلوك والتفكير والتطورات والعقيدة. فإذا بده أولاده أن ينشأوا نشأة إسلامية دينية عليه أن يمنع عنهم التغذية الفاسدة الثقافية، وإلا فما يستفيد شيء. فالأب بواد والأولاد بواد، الأولاد على طرف النقيض مع آبائهم، يكرهون كل ما يحبه الآباء، يتعلقون بكل النماذج الساقطة المعاصرة، ويكرهون كل النماذج الخيرة. الإنسان في النهاية يشكل كيفما تريد. هذا الحديث إخواننا، هذا الحديث هذا منهج في تربية الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كلام النبي من عند الله، حتى أن علماء التوحيد سموا كلام النبي وحيا غير متلوف. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، يعني يجب أن تعتني أكبر عناية بسيرة النبي، يجب أن تجلس مع أولادك كل أسبوع تحدثهم عن رسول الله، قرأ كتب السيرة، سأل قرأ تحليلات السيرة عشان تعرف كيف تحكي. الواحد منا إذا كان مؤمن إيمان عالي كل ما تحرك بذهن النبي كيف فعل، دخل لبيته النبي سلم، ما في طعام، قال فإني صائم. نحن إذا كان تأخر الطعام ربع ساعة بتنقام بقيامة، مو ما في طعام إطلاقا بس تأخير. أي اللهم صل عليه، كان إذا دخل بيته لف ثوبه. تعلم ماذا فعل النبي مع زوجته، مع أولاده، مع أخوانه، مع أصحابه. لما كانوا بسيران تلاقي الولد بيروحوا رحلة للشباب، يعني في واحد منهم ما بيشتغل شيء، بده ياكل بس أكل، وين في متاعب ينسحب نحط الأكل بيجي. أخلاق يعني تدعو للقرص. هذه علموا شو فعل النبي، كانوا بمهمة برحلة أو بسفر اللهم صل عليه مع أصحابه، بدون يأكلوا، فقال أحد أصحابه: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. هو أعلى إنسان، ما في أدب ابنك هكذا. نكفيك ذلك؟ قال: لا أعرف، أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذه القصة بتنحكى مئة مرة بتعلق عليها حتى الطفل يتخلق بها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وضوء الطعام غسل اليدين والفم فقط. واحد بفاطح إنسان بيمسك حذاء أحيانا، بيمسك آلة قذرة، بيجي يتغدى إذا بده يأكل يضع الطعام في فمه، فبتأدبه: جرأت الأكل بفمي، انتهى الحمد لله. يا أخوان اقرأوا السيرة، يجب أن تقرأ السيرة كلمة كلمة، اقرأوا أدعية النبي، أذكار النبي. يعني البيت اللي ما في شيء من السيرة مخالف للنص. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، أي حب نبيكم ذكر النتيجة، الأسباب أن تعلم ابنك أخلاق النبي، رحمة النبي، عطف النبي. يعني كان النبي يصغي الإناء للهرة إذا كان عطشا، يصغي الإناء للهرة، كان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويعجن خبزه ويحلب شاته وكان في مهنة أهله.
اقرأ السيرة، شوف أخلاقه وصفاته. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته. يعني أنا ما أعتقد في عصر بعصور التاريخ اجتمعت فيه بطولات كما اجتمع في عصر النبي. كل الصحابي بطل كان، وعندنا 70-80-100-200 صحابي، كل قصص دقيقة جدا رائعة بأسلوب أدبي. فكتاب سير الصحابة هذا يجب أن يكون في كل بيت، هيك التوجيه: على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. ما في شيء بيمتص نشاط الطفل الصغير يملأ فراغه، يعني أخطر شيء بالحياة فراغ الشباب. الفراغ أكبر مفسدة، والقاعدة معروفة عندكم: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وابنك من باب أولى. الأب العاقل بكافح الفراغ، بحاول قدر الإمكان يملأ وقت أولاده، يعني حتى لو كان في مثلاً هيك جهاز بتعلموا شيء، في مثلاً مكتبة صغيرة، بيت لمكتبة ما معقول، بيت لمكتبة، مكتبة صغيرة، إذا في كم مجلة يعني من مستوى الرصين، مقالات علمية مثلاً، مقالات اجتماعية، مجلة مجلتين من نوع الراقي، مكتبة صغيرة، كتب سيرة، كتب حديث، كتب فقه. شو اسمك مسلم أنت؟ يعني أنت عالم، يعني ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. لذلك كما قلت قبل قليل، وتلاوة القرآن. ما في نشاط بيمتص وقت الأبناء والتنافس البريء بينهم والاعتزاز بحفظ كتاب الله كتلاوة القرآن. فبتمنى على كل أب أن يحرص حرصا لا حدود له على تحفيظ أولاده القرآن، وإذا كان حفظوا جزء أعطاهم جائزة، شجعهم، يعني اصطحبهم معه في بعض نزهاته. يعني الإنسان عبد الإحسان. كثير في آباء من السلف الصالح كان لما يحفظ الابن القرآن يصير عيد، عيد بكامله يصير. فاللي بده يعني ابنه لما يكبر يكون أن تقر عينه به، عليه أن يعتني به وهو صغير. الآن ننتقل إلى موضوع متعلق بالموضوع الأول، وهو أن المرأة كما قلت في درس الجمعة حظها من هذه العلوم كحظ الذكور تماما، لأن طلب العلم فرض على كل مسلم. كلمة مسلم تعني على كل إنسان مسلم، أي ذكر كان أو أنثى. أنا أعتقد أن الإنسان المؤمن لا يفرق أبدا بين الذكر والأنثى من حيث العلم، تتعلم وتسبق أخوة، أحيانا بتتعلم وترقى بعلمها. وما في أعظم من امرأة مسلمة تعرف ربها وتعرف دينها. يعني في امرأة تتمنى كل ضرة بالأرض. أنا سمعت عن شاب يعني أحب فتاة ليست مسلمة، ثم انصرف عنها، فلما انصرف عنها هذه الفتاة غير المسلمة قالت له: والله إن تزوجتني سأعلن إسلامي وأتحجب وأحفظ القرآن. ثم انصرف عنها، طبعا أهله ما رضوا. تزوج فتاة كما يريد أهله، هذه الفتاة مؤمنة. بعد حين من زواجه منها أعلمها بقصة التي وعدته أن تتحجب وأن تحفظ القرآن وأن تسلم إن هو تزوجها. فما كان من امرأته المؤمنة إلا أن قالت له: يجب أن تقترن بها إلى هذا البيت وأنا أعطيها هذه الغرفة.
خلاف الطبيعة الأنثوية هذه. هذا الإيمان أنه إنساني تعدك أنك إذا تزوجتها تسلم وتتحجب وتحفظ القرآن وتنصرف عنها، أنا أقبل أن تكون لي ضرة، وتزوجها وجاء بها إلى البيت، أي شيء خلاف، أي ما في أعظم من فتاة مؤمنة. فالمرأة كالرجل تماما في التكاليف الشرعية، في أنها مكلفة بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وأنها مسؤولة عن زوجها وعن أولادها. سأسمعكم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عبد البر في الاستيعاب، ورواه مسلم في صحيحه، أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة أيها الإخوة أعول عليها أهمية كبرى، هي في قصة مفصلية يسموها. هذا ورد في صحيح مسلم أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المؤمنين، يعني مندوبة عن النساء، إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي، كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك يا رسول الله إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات في البيوت، عادي قواعد البيوت، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ الجمعة لهم، شهود الجنائز لهم، الجهاد لهم، نحن بهالبيوت قاعدين، وأنت الله بعثك إلنا وإلهم، نحن شو وضعنا؟ مرة ثانية قالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه إلى أصحابه قال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال له عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة إذا أحسنت رعاية زوجها وأولادها وكانت زوجة مثالية، حفظت نفسها وحفظت مال زوجها وقامت على شؤون بيتها وشؤون أولادها وربت أولادها، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول: إن أجرها مثل أجر المجاهد في سبيل الله، تماما بتمام عند الله في عدالة مطلقة. امرأة في البيت لكنها كالمجاهدة في سبيل الله.
لذلك أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. في حديث أنا يعني بروي أحيانا قرأته، أول من يمسك حلق الجنة أنا، يقول عليه الصلاة والسلام أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. كثير في نساء 23 سنة في ريعان شبابها، بتوفى زوجها بحادث، عندها 3 أولاد منه، تؤثر تربية أولادها على حظها من الرجال. قال هذه المرأة تريد أن تدخل الجنة قبل رسول الله. يقول يا جبريل من هذه المرأة؟ يقول هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. يعني يبدو من خلال هذه الأحاديث أن تربية الأولاد أعظم عمل في الحياة الدنيا، أعظم عمل، أنه أنت عم تخرج أجيال. ابنك إذا عرف الله عز وجل وكان أخلاقه عالي، هلا بيقول لك فلان إذا كان إنسان ما بيؤذي حدا أبدا أخلاقي، بيقول لك تربيته البيتية عالية. أيام بيكون ما في دينها بس مربى تربية عالية، بيقول لك تربيته المنزلية عالية جدا. طبعا الآيات تعرفونها جميعا التي تؤكد مساواة المرأة للرجل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آية أخرى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات تؤكد طبعا بالمناسبة باللغة العربية لو أي أمر موجه للذكور موجه حكما للنساء أبدا. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ممكن أنا ما لي علاقة بالمرأة، يا أيها الذين آمنوا حكما الأوامر القرآنية الموجهة للرجال موجهة للنساء حكما. أما ربنا عز وجل هنا ذكر النساء والرجال تكريما للنساء ولبيان أنهن كالرجال تماما. روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات أو 3 أخوات، شايف؟ هذا حديث جديد، أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. أنا بعرف شاب ما تزوج حتى زوج كل أخواته واختار لهم أزواج مؤمنين وأمنهم بعدين تزوج. يعني كثير في أعمال صالحة ضمن نطاق الأسرة تكفي لدخول الجنة ضمن الأسرة. من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة.
رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية: وأيما رجل كانت عنده وليدة، يعني بنت صغيرة أي أمة، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وقد ثبت وجاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون أن القاضي الورع عيسى ابن مسكين كان يقرئ بناته وحفيداته، قال عياض: فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم، وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية أسد ابن الفرات بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة. تعليم الفتيات إذن تعليم القرآن الكريم، الحديث الشريف، أحكام الفقه، هذا من أجل الأعمال في الإسلام. طبعا الاختلاط محرم شرعا، الاختلاط وهي الأدلة، التعليم المختلط. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي طولها لون ثوبها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. عدم إبداء الزينة. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في الأحاديث: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ يعني أخذ زوجته. فقال عليه الصلاة أقارب الزوج أو أقارب الزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. هذه النصوص من آيات ومن أحاديث تؤكد أن الاختلاط محرم والمفاسد كلها تتأتى عن طريق الاختلاط. فتعليم الفتاة لا يعني الاختلاط مع الرجال، يعني إذا كان تحدثنا عن مفاسد الاختلاط في المجتمعات الغربية شيء لا يصدق، لا يصدق أبدا. الإحصائيات في العام الماضي، والكتاب مؤلف من 10 سنوات، قال 120,000 طفل أنجبتهم فتيات قاصرات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهن عن 20، وإن كثيرات منهم لازلن طالبات. أي الاختلاط؟ يعني في مخازي لا سبيل إلى ذكرها، كلها من آثار الاختلاط. نحن إذا كان دعينا إلى تعليم الفتاة من دون اختلاط، من دون مفاسد. نعم. وأكمل تعليم لها العلم الشرعي، وإذا كان أبوها تمكن يعلمها أفضل شيء، أو يعني إنسان من محارمها في البيت أفضل شيء. يعني أخطر شيء على الفتاة الاختلاط، ومع الاختلاط هناك الفساد. على كل، لا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع إلا بالقدر الذي يعنينا نحن جميعا. الذي يهمنا أن تعليم الأولاد التعليم الشرعي وتربيتهم التربية العقلية المناسبة هي مسؤولية الآباء. في حالات الآن نادرة أو مو نادرة، يعني ابن أب ما تمكن أن يتعلم، ظروفه التي عاش بها لم تعنه على طلب العلم، فماذا يفعل هذا الأب؟ هذا الأب إذا علم أولاده
النقص الذي كان يشعر به تلافاه في أولاده. وشيء يعني الإنسان لما بينجب ولد بدرجة عالية من العلم الشرعي هذا مما ينسيه قصوره، مما ينسيه يعني تقصيره في هذا الحقل. فإذا الإنسان على مستوى عالي من العلم الشرعي ممكن يجعل ابنه على شاكلته أو بنته، أما إذا كان هو قصر سابقا الحل أن يجعل ابنه يعني أن يحقق في ابنه ما فاته في شبابه. لازلنا في موضوع التربية العقلية ومسؤولية الآباء عن هذه التربية. بقي علينا كما قلنا في مطلع الدرس أنه هل بيت إذا بيتمكن كل أب يجلس جلسة مع أولاده وبناته، والجلسة هي محورها تلاوة القرآن وسيرة النبي وأصحابه لتوجيه النبي. يعني حديثنا اليوم الأساسي محور الدرس أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. هذا الحديث منهج في التربية، منهج. الموضوعات الثلاث الأساسية سيرة النبي، قصة لأنه الطفل يحب القصة، قصة، سير النبي وأصحابه، والقرآن قراءة وتحفيظا وتجويدا. إذا تتمكن تلقي على أولادك هذه الدروس فأنت قد رفع عنك المسؤولية التي كان من الممكن أن تسأل عنها إذا قصرت في هذا الأداء. الحقيقة يجوز يمر معنا بالمستقبل أنه من أبلغ وسائل التربية القدوة، أن تكون أنت يعني عارفا بالسيرة، عارفا بسير الصحابة، متقنا لقراءة القرآن. الأب القدوة أكمل بكثير. فنحن كأبناء كآباء وأبناء علينا أن ننتقل من طور القدوة إلى طور التعليم، والله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع أجر من أحسن عمله. أنا مرة قلت لكم لا أنسى هذه القصة، إنسان بحاجة إلى التعامل معه، قلت له متى تكون في المكتب؟ قال لي باكرا. انصرف مني الساعة 9، قال لا الساعة 6، 6 بالمكتب ما بيفتحوا الناس الظهر، للعشرة للتسعة، قال لي 6. استغربت أنا، فلما استغربت قال لي أنا والدي لما كنت صغير طفل صغير كنت أذهب معه كل فجر إلى المسجد، نشأت على صلاة الفجر في المسجد، وكنت قبل صلاة الفجر أصلي معه قيام الليل. فأنا وعمره الآن 55 سنة حينما يؤذن الفجر يستيقظ ما إلينا، فيبدأ عمله الساعة 6، 5:30، 6 مكتبه. قلت هذا الأب الذي ربى ابنه على صلاة الفجر في المسجد أصبحت عنده عادة واستمر بها. فالطفل الصغير كيفما تنشئه ينشأ، كيفما تعلمه يتعلم، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فربيه على الصلاة، ربيه على الذكر، ربيه على حفظ القرآن، ربيه على أن يقرأ عن رسول الله وعن أصحابه، ربيه يتكلم كلام مهذب، يتحرك حركة مهذبة. مرة النبي اللهم صل عليه رأى رجل يمشي شاب أمام شيخ، قال له من هذا؟ قال له هو أبي. قال له أبوك؟ لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تناديه باسمه ولا تستسب له. أربع آداب: لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تناديه باسمه ولا تستسب له، يعني سبب له سباب. مرة فتنا لبيت نشوف بيت لأحد إخواننا، عم نشوف الغرف تبعه، فتنا لغرفة لقينا شاب عمره 12 سنة مضجع على ظهره ورجل فوق رجل عم يتابع فيلم. دخل أبوه وأربع خمسة مع أبوه ولا تحرك ولا قام. هي تربية تانية كمان. شو التربية؟ مضجع على ظهره ورجل فوق رجل عم يتابع فيلم بالتلفزيون، ما تحرك
ولا قام ولا وقف ولا سلم، وأبوه معنا، دخلنا وطلعنا. فما في نسبة بين الولد المربى والطفل غير المربى. لذلك الله عز وجل يلهمنا أن نطبق هذه الأحاديث، يعني نحفظ حديث واحد بهذا الدرس: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. هذا منهج يكفينا في نربي أولادنا، والحمد لله رب العالمين.